مش تبي يا عيسى؟ ولا شيء. سلامتك كلياتنا بدنا سلامتك. صحيح بالمناسبة الحمد لله على سلامتك. يعني تتأكد إن عيارك صعب؟ تعرفي ليش بتعجبيني يا حميدة؟ لأنك بتفهمي علي. نحن لإمتى حنضل نلعب هيك مع بعض؟ لإمتى؟ أنا قلت اللي عندي. أنا بدي اللي عندك. ما راح تطوله. وبطريقتك هذه راح تخليني أعاند أكثر وأكثر. أنا حميدة عنيدة. وإذا أنت على بالك بطريقتك هذه تخوفني فأنت غلطان. وما راح تحصل حاجتك اللي أنت تبيها. الظاهر أنك مستغنية عن حياتك. ما أحب أحد يستغفلني. اللي صار صار يا حميدة. بس يا عيسى لازم كل واحد يتعاقب على غلطته. حميدة أنا لهلا بقيان الخمس والملح. لا تختبري صبري. المرة الجاي هذا إذا كان في مرة جاي. برا اطلع برا.